السلام عليكم دريات، معكم ريد لاين. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم نتلاقاو في فيديو سبيسيال غندو سفراجو في قناه سلاجو ديزام. غنمشي نصور لكم الكواليس فلوكي وداكشي، نصور لكم كلشي. نتمنى داكشي يعجبكم. ليتس جو. واش وصلنا دابا في لي لوكو ديال غانجو ديزام؟ معنا هنايا طيب، معنا شمس وسنسي كانوا دازوا معايا في لي ميساي فين كنت مشيت نشوف السيت اب ديالهم. دونك فوالا مشينا دابا ندخلو ندخلو نشوف السيت اب ديالي دابا انا. ليتس جو. هذا كل وقت لا تيلي ماشي كيمثل زعما كيمثل كيدير الكيبان كيبري فينا كنبري فيهم كيبري فينا. قربنا نوصلوا قربنا نوصلوا قربنا بزاف تمشينا بزاف كنمشي بزاف بوك عندنا لا ريباكسيون على كل لي جورناليست هنايا خدمه. هاي مريم تركا كونفوا جوست ديغيير. كومون سافا مريم؟ تو با بيان تروكيل؟ واش حنا نصوروا هنا؟ نو لي زامي هنا سي لونتخي ديال لا راديو. اه السيت اب ديالو هنا ما كاينش هنا ار تي اكس وداك الشيء كامل. اه ميكرو هادشي ميكرو. ليتس جو. سمع الجينجل ديال الراديو. تفضلوا. واو درنا حنا في الراديو ناري شحال زوين هادشي. بريزونتي لينا السيت اب ديالك. السيت اب ديالي عندي ايكرون وميكرو وكاسك 144 هرتز. هذا ما عرفتش شحال كيلونسي لك فالو. هذا دابا يلونسي موسيقى بالعكس يلونسي الموسيقى يلونسي شحال من حاجه ولكن فالو الله اعلم. فالو جو سي با ماشي مشكل. انت انستالو؟ اه حنا اللي كنختاروا البلايص ولا انت اللي تقول لنا فين نجلسوا؟ هنا عندنا الميكرو الكاسك هنا طيب كاميرات حدا هنا حدا هنا حدا هنا. شنو تبينوا في التلفازه الدار؟ انا نديروا رسوم متحركه. حنا بالرسوم متحركه ولا رسوم متحركه؟ لا رسوم متحركه. شنو بغيتي نديروا هنا؟ كيت. اه كيتي؟ اه صراحه انا زهره. انا كنت تفرجت تويتش ديالك تبارك الله. ان شاء الله تبارك قريبا. اه لا لا صافي خويا طيب تعطيني واحد البوفور جوج دقائق. بغيت نجلس هنايا نحس براسي كاستر ونمشي في حالي. اه ودابا من بين هادنا صافي شحال غتصور بعدا في بلاصه يجي تصور يس. اه اجي خويا هاك على البلاصه. تيا شحال عندي ديال الوقت؟ عندك 30 ثانية. يلاه السلام عليكم دراري. اليوم معكم انا. اه على الكرسي شحال مريح. علاش هاد الكرسي احسن من الكرسي الاخر؟ لا هادو كواليس ديالي برعايه ريد لاين. انا اليوم كنوريكم كواليس ديال ريد لاين ديال كلشي كاع الكواليس. فضحت كلشي. هما الكواليس ديال الشمس اللي بقى يشوف الكواليس ديال الشمس انا فضحت كلشي. يلا فضح اليوم كنعرف فضيح اليوم. كنحس بواحد الباور واحد الريسبونسابيلتي كبيره بزاف باش انني نجلس هنايا. سمحتي 30 ثانيه باش تكون 15. في حلقه اليوم الضيف ديالنا معنا ريد لاين ومعنا ماشي طيب. اه وليتي ضيف. سيفتو شكون؟ دري بقات 5 دقائق دابا خاصنا نتانستالاو لعيبات وداك الشيء. طيب كيوجد لي بوست وشيات. شمسي كتبريبارا تماك. سينسي ما عرفتش شنو كيدير. قال لك مابقاش يبان معنا ولكن غيبان معنا بزز. هذا ما كان نتلاقاو حنا اون فوا تلونسا ليميسيون. ليتس جو. شو كيدوي مع لاكيجي؟ كيدوي مع لاكيجي؟ طلع على اللعيبه قول لي كي جاتك. قال له طلع على اللعيبه وقول لي كي جاتك. فيديو غتسجل ياك؟ الفيديو كيتسجل 1080. ليتس جو. بغيت صافي كنسمع مزيان. بغيت نبقى نزيد نقص دي جي نقطع نطفي نورك هنا يلا يبدا يدوي. اه عندنا ولد عم دافيد بيكام راه ولاد ياك هذا هنايا لاكيجي ولد عم دافيد بيكام. ما نعذبوش انا نخدم داك الشيء. ستريمر والله حتى يوتيوبر ستريمر. انا ستريمر حنا في الراديو اليوم. اوكي صافي اسمح لي. اهلا بكم. العلاقات بين اسبانيا والمغرب تمضي قدما على اسس اكثر قوه ومتانه. تصريح العاهل الإسباني فيليبي السادس في ختام المؤتمر السابع لسفراء إسبانيا المعتمدين في الخارج تحدث عن تدشين مرحلة جديدة مع المغرب بفضل خارطة الطريق تم اعتمادها في أبريل من العام الماضي. أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد وباء كورونا وفق تقرير أعده منتدى دافوس الاقتصادي. خطر يدفع بملايين الناس إلى هوة الفقر. تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة لا تقل عن 100%. بهذا الخفض الجديد في قيمة العملة المصرية يتوقع خبراء الاقتصاد أن تزداد معاناة الأسر في أكبر بلد عربي من حيث الديموغرافيا بتعداد 100. اليوم في برنامج جيمرز برنامجكم الوحيد في الإذاعة المغربية اللي كيطرق
100% غير الجيمينغ والاي سبور ان توكا تري تري زيرو باش نكون معكم بور سو ميركودي. واليوم راني ماشي بوحدي, معايا بزاف ديال الناس, اونفان بزاف معايا ثلاثه ديال الناس, ولكن راه بوغ راه تبارك الله راه بزاف. اي غادي نبداو بالجهه اليسرى لي دام دابور افيك. السلام عليكم. طيب كومون سافا الشمس؟ الحمد لله بخير, كلشي مزيان الحمد لله. جبتي لنا اليوم واحد الكادو, واحد الكادو زوين, واحد الكادو واخا فيه شي شويه العياقه, ولكن العياقه ديال اليوتيوب هذيك ماشي مشكل. بزاف مازال جاي شي واحد اخر, مازال جاي شي واحد اخر. اكزاكتو باقي جاي شي واحد اخر سميتو ريد لاين, راه فيه العياقه, راه ولد يوتيوب فهمتيني. راك عارف كومون سافا ريد لاين؟ مزيان الحمد لله, كلشي بخير. شكرا بزاف بعدا بوغ لانفيتاسيون. افيك غران بليزير اخويا. فوالا اون لا اون لا, فرحان فرحان اخويا على شنو. صافي بليزير والله. اي بي بيان سور والدار نقدروا نقولوا مول الدار الجديد اللي هو حاتم سينسي. كومون تو مون فرير؟ والله الا بخير الحمد لله. اون بارلي جيمينغ, اون بارلي دو بزاف ديال الحوايج بارابور جيمينغ, اون بارلي ستريمينغ ديال لي جو فيديو تاع هو, باسكو معنا دي ستريمر تبارك الله اللي تعطينا واحد لو كونتينو اللي هو زوين بزاف. بزاف ديال المرات تيجيو عندنا دي ستريمر وكل واحد فيهم لا فورس ديالو هي انه تعطينا ان كونتينو بيان ديفيرون دو لوتر. دونك اليوم غادي نشوفو ريد لاين وشمس, شنو هو داك, شنو هو الحافز اللي عندهم, شنو الحاجه كي لي انسبير لو بلوس. غادي نطرحو لهم اسئله بزاف, اي اتونسيون سوربريز سوربريز, ما كانش فراسهم, ولكن اليوم اون فا فوار سيل سون بون كاستر, باسكو سور يوتيوب ils sont très bons, sur Twitch ils sont très bons, ولكن في الراديو في الاذاعه ما عرفناش واش راهم واعرين اولا لا. دونك اون فوا لي تيستي aujourd'hui en live et je vais leur donner des interventions à faire, c'est eux qui vont lancer carrément des inter. Il y a eu بزاف ديال الموفمون, بزاف ديال الضحك وبزاف ديال التحلف سورتو, باسكو كل واحد فينا تحلف على الاخر وقال لي واخا انت غتشوف واخا وهادي تجي عندي تمشي. جو زيكسبليك نشرح لهم بعدا, سي تري 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 سامبل. دابا هما ils sont là في الاستوديو ديال راديو دوزيم, دونك راكم في التيران ديالي داكور. دونك ماي فيلد ماي رولز معروفه. بقيتو كتحلفوا عليا اصبر نجيبوك تويتش غاست ماشي هادي هادي. شو زعما بغيتكم في تويتش؟ ماشي صحابكم انا ما كاينش في تويتش لي زامي ولا شنو؟ ها فوك لا باج جيمرز باي طيب اللي اكزيست با سور تويتش وكو. صافي ندوزو شي شويه عند استاذ ريد لاين. استاذ ريد لاين اللي لا لا هذا مشهور بلا ما ندوي. لا لا شوف شوف هو مشهور مشهوره من واحد لافاسيت, ولكن واحد لافاس وحده اخرى ما مشهوراش. باسكو ريد لاين جاي مع كاميرا ميكرو تو صاب غير فيلم فلوغ وداكشي, راه فيلم خير الله بلا ما ندوي على داكشي. لا شوف شوف ما تخبي حتى شي حاجه على الناس اللي كيسمعوا. جو كاش ريان دو تو. ريد لاين قال لك اسيدي ولا لا سي سا لوي بلاي الا عجبو الحال عاد غادي بوستي داكشي اللي غادي يفيلمي وغادي يسجل. خويا ويلا ما عجبناش داكشي اللي صورت ما يطلع. ويلا ما عجبكش داكشي اخويا علاش انا بقى جالس انا في الكرسي كاع ماشي كنتم؟ لا دابا كان هو باش نشرح لك القضيه هذه, سي كو كنفضل انني اي حاجه تلاح في لاشين يوتيوب ديالي تكون عاجباني انا هو الاول. واخا مثلا واخا لا بلو باك دي جون كلشي يقول لي زوينه لوحه لوحه لوحه, الا انا تفرجت فيها ما كنتش مرتاح لها ما سام بلو با. دابا كاين مثلا دي فيديو صورتهم مثلا اللي كانوا زوينين بزاف في دي زوكازيون اللي جدوفي ناخذهم ديك الساعه وما نقدرش نعاود نصورهم, وفي ناس تقوم ما عجبونيش وما لحقتش ديك الفيديو بمره. حضرت لي فوق ديالي كامل في المونتاج, درت لي فوق كامل ديالي في التصوار, مي وفينال سي سا دون با الريزولتا اللي انا كنتسناو صافي ما كنلوحش. سي تري اوتو كريتيك, سي تري اوتو ديداكت كوم ابروش ا افوار. ولكن دابا انت داير بحال هكا دوفون توا اون فاس دو توا كاين الاكس, سي كو الحاجه كانت زوينه كانت خايبه غادي يخدموا عليها pour faire en sorte que le résultat il soit optimal et il soit publié. Bien sûr. Ouais, le vlog est طيب هنايا زوين. Parce que il y a un élément عندهم صوروا. عارفين راسهم شنو غادي يديروا به. علاش انت؟ لا سي جوست علاش انت هكا؟ غير على الفلوغات اللي ماشي انا اللي مثلا كنت فاهم 100% ما عنديش لو كونترول توتال على الفلوغ. فلوغ ماشي بحال فيديو بيتي انا بوحدي في بيتي مثلا كنصور فيديو مع راسي ديك الساعه صافي الفيديو سي سور غادي زوينه غنلوح. من الفلوغ اتو مو ماشي شي 100% صافي طيح باف لعيبه تطرا ديك الساعه ما عنديش كونترول عليها وصافي. ما كندويش على الاستوديو بالضبط. شحال من مره حاولت انني جيم زعما في الشومبر ديال الجيمين هكا بوحدي وكيوقع مشكل الجيم كتبدا تبلوكا. هذاك اللي كتكون مثلا غادي تلعب معاه ولا شي حاجه كتوقع شي حاجه عنده كي بس اوسي سي 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 دو فلوغين. وي لا لا سي دو فلوغين ماشي لدرجه انه يطفى الضو يطفى البي سي. وي يطفى الضو يطفى البي سي. مرات مثلا ان اكزومبل جوست في المونتاج كتكون صورتي كتقول هاد لا فيديو انكرويابل صافي سيو غتلاح كتوصل حتى للمونتاج كتلقى الميكرو ما كانش خدام ما عرفتش لو سون دو جو ماشي هو هذاك شي لعيبه ماشي هي هذيك صافي مشات داك الطايح. علاش مشى؟ مشى حيت بلاكس شنو تختار سي كونتينو حتى هو. لا صعيب. علاش؟ شوف لو كونسيبت ديال لو فلوغينغ اون جينيرال سي دو بارطاجي لي بلو غرو مومون دو تون كوتيديان داكور. طرات لك حاجه حمقه طفى لك الميكرو ما خدامش بوندون فلوغ ولا شي حاجه غادي نمشي انايا غادي نصور انايا فيديو غنقول لهم بون الدراري راه تفرجوا فوق الفلوغ ولكن راه شغلي جابلان راه ماشي
لا ديما طاحتش في بالي هذه المره مي انت كتوصل لواحد خاصها ديريكسيون ارتستيك ان فلوغ هي ستان فلوغ مي اش نقول لك لو كوتي استيتيك ديال الفلوغ خصو يكون حاضر حتى متفق ودابا ولات المنافسه قويه ما يمكنش تلوح اي حاجه ولا ضروري ديك الحاجه تكون مزيانه باش يقدر الناس يتفرج فيها ويعرف راه مزيان منافسه ما ندوش المنافسه انا دابا ما غندوش المنافسه باسكو انا بور موا سي با دو لا كونكورونس بور موا سي كل واحد وعنده واحد لا سيغتين مانيير دو فير لي شوز وكان كلشي فريمون تيدير نفس الحاجه عاد ديك الساعه نقدروا نهضروا على منافسه مي طون كو كل واحد تيدير فلوغ بطريقته ولا ان ستريم جيمينغ بطريقته بور موا ما كاينش منافسه بور موا راه كل واحد راه شاد قنتو كل واحد راه شاد ليسباس ديالو ولا لونيفير ديالو شاد الناس ديالو معاه وبخير بور موا سي با دو لا كونكورونس ولكن غادي نهضروا على المنافسه باسكو كي دي منافسه دي فورسيمون دو لا كومبيتيسيون كي دي كومبيتيسيون دي فورسيمون ريكومبونس اي واحد الانسان حدايا واحد الانسان تيقلب ليه واحد الانسان ماشي هو على اليمين ديالي واحد ريد لاين عنده ان تروفي ديال لي ماروك وبوغتس ديالاش كيفاش فوقاش علاش كيفاش نقولك منين يلاه بديت دابا مثلا الجيمينغ كنت قلت غندير كرياسيون دو كونتينو كرياسيون دو كونتينو ديريكتومون اول حاجه اللي طاحت لي في بالي هي ندير الجيمينغ كيف صاي بديت بحال هكا ترونكيل حتى بانت ديك لا كومبيتيسيون ديال ماروكو بوغت كيكونوا دي كاتيجوري في شكل كل واحد كيبان له راسو زعما واعر في شي ميدان واش لعيبه كيدخل في ديك لا كاتيجوري كيتقيد اي كيكون ضد بليزيوغ بارتيسيبون اللي هما مقيدين اي مع الوقت غادي وكنشوف ديك الكومبيتيسيون حتى واحد النهار زادوا الكاتيجوري ديال الجيمينغ ديك الساعه قلت صعيبه كانت صعيبه ليا بزاف ديالي ولكن جبولي ابسوليمون افوار داك لو تروفي ولكن ما كانش عندي الارقام نيسيسير ما كنتش باقي واصل النيفو ديال الناس الاخرين ما كنت باقي يلا صغير يلا جديد باقي جافي با داك لو نيفو صدق تقيدت العام الاول جيت مع لي فيناليست مي ماشي انا اللي ربحت ديك الساعه فين جيت مع لي فيناليست واخا ما ربحتش فين شفت هذاك اللي ربح ودير كونتينو زوين واعر بزاف قلت صافي ما عليا دابا منين جيت مع لي فيناليست درت انا اللي عليا العام الجاي ديالي درت النيه ودرت لي النيه صافي كيف العام الجاي ديالي تقيدت العام اللي من بعد اونتر طون كنت 2022 نعم 2022 داك العام كنت زدت شويه في النيفو كسا سوا في الكرياسيون دو كونتينو كسا سوا في الجيمينغ كسا سوا في لا كاليتي ديال لي فيديو ديالي ايتترا وجاب الله تيسير وجيت مع لي 5 فيناليست تم بعد انونساو نهار لا سيغوموني يلاه كيقولوا شكون اللي ربح من دوك الخمسه واحتاجت فيها انا تجاج فيك انت صراحه جاب لي واحد حتى هادوك الربعه اللي كانوا ضدي عام 2022 تما كانوا صعاب بزاف مي الحمد لله كانوا هما بلجيكا وكرواتيا وفرنسا واسبانيا وبرتغاليا بحال هكا ديال المغرب لا السطاني قال لك تجات فيا بحال تجات فيا هي كان دايز دوله شي واحد شي ربح حجره ماشي تجات اكثر من 200 فيديو ضرب على تجات فيا مالوريزمون انيلات هاد العام 2023 كنا مقصرين تلعبنا الدوري فينال حتى هو كان مقصر تجات فيه فهمتي زيكم صح سي نورمال معنا ريد لاين معنا شمس ريد لاين واحد الحاجه اللي عجباني عنده سي كو سي ان جيمر واخا حنا اون سي تري بيان كو جيمر جيمرز ما كاينش فرق باسكو لي جيمرز راه تا هما الفون بارتي ماشي تا هما مي الفون بارتي برينسيبال دو سيت اندستري دو سيت كوميونيتي دو جيمر وداكشي جي فيك تو سوتني بوكو دو جيمرز ديرنيير مو وي علاش كيفاش فوقاش شو بلان اوكي في الاول كنت بديت بواحد الكونسيبت اللي هو ديال نمشي نشوف لي سيت اب ديال لي زابوني واحد الكونسيبت اللي بنادم كيعجبو بزاف صافي بيان ماركشي لي زيبيزود الاولى وقلت صافي غنكمل فيه حتى فواحد لقيته بانوا ليا بلي كاين دريات اللي حتى هما عندهم سيت اب ديك الساعه جو انتريسي قلت بلي سي تري بيان الى ان حتى الناس يقدروا يعيقوا بلي البنات حتى هما يسون لا زعما يسون بريزون حتى هما عندهم سيت اب حتى هما كيلعبوا حتى هما كيف ما الدراري كيدخلوا مثلا شي سيرفر كيلعبوا الجول بلاي ايتترا باش ندير ديك لا ترانزيسيون بين باش نفهم بلوتو او جون بلي كاين فريمون ماشي بنات كيلعبوا ما عليا غنوريهم سيت اب حيت بنادم مثلا فين كيشوف شي واحد كيلعب مثلا تقول له انا جيمر يشوف عندك غير شي تلفازه ولا شي بلاي وهذا ما كتقنعوش خاص يكون عندك شي سيت اب شي لعيبه شي حاجه خالية الوغ جيمر راه اي واحد يقدر على التليفون كتلعب شي جو نيمبورت لو كان راك صافي راه انت فهمتي تي دون تروك ماشي كاع اوبليجي تلعب تقدر تكون غير انتريسي في لاندستري ديال الجيمينغ تعرف كاع لي نيوز تكون عارف لي جو ايتترا راك جيمر اي دونك البنات لو في ديال ان مثلا الشمس اللي دازت معايا في البرومير ايبيزود اللي فين مشيت نشوف لي سيت اب ديال البنات لو في ديال ان دوز معايا في داك لو بروميير ايبيزود لي جون يشوفوا هي كيفاش كدوي على مثلا الماتيريال ديال الجيمينغ ولا كيفاش كدوي على لي جو ولا كيفاش كدوي على الكوتيديان ديالها وهي عايشه في داك لو مون ديال الجيمينغ بنادم عجبو الحال اي بانوا ليا دي جون لي ايزون كومبري كوم كو راه ما كاينش غير الدراري في لاندستري ديال الجيمينغ وشي وحدين بداو كيقولوا في لي كومونتير فاش شافوا لي سيت اب ديال البنات بداو كيقولوا صراحه حنا اللي كوزينا ديك الساعه فين قريت دوك الكومونتير قلت صافي انا بعدا لوجيكتيف جاي وصلت ليه هي ديال ان باش بنادم يفهم هذا ما كان خليكم معنا سوغ دو دوزيام بور لاكتواليتي اون لونغ فرونسيز افيك مريم تركا بون
Bonsoir à tous. À la une de ce rendez-vous de l'actualité, la 12e réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne. Sanchez et une douzaine de ministres de son gouvernement seront présents. La tenue de cette réunion avait été annoncée en avril dernier à l'occasion de la visite à Rabat de Pedro Sanchez à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. À présent, la suite de Gamers avec Tayeb. Vous écoutez Gamers avec Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ici aujourd'hui sur les plateaux de 2ème Radio. Avec nous aujourd'hui, il est mercredi, il est actuellement 17h42. À ma droite, il y aura Tayeb. Khona Ando la gauche, il y a la droite, Benji. Voilà, à la gauche, bien. C'est bien. لخصتيها بونجور ا توس لا دار مزيانه تبارك الله عليك. باش نقول لكم واحد اللعيبه اللي هي مهمه جدا جدا. سيكور اداره جالسه الغوط ديالي ياك جو سي كي ستريس جو سي كوم خلوع راه ملي بدات ليميسيون ويدو كترعد فاش كيكون تيهضر بيرسون لا ماركيش حتى وانا نقول مع راسي هذه حاجه بحالها. دابا قول لي الا شي نهار كنتي مريض ماشي نجي في بلاصتك نبريزونتي ليميسيون؟ لا je suis un peu plus de temps. كتجيني في شكل حد دابا فهمتي خاصنا نكونوا كندويو ولكن الراديو فيزا ترونكيل. نرجعوا شي شويه لي زامي ديالنا نرجعوا للغيد لاين باسكو مو جو سي كو شمس الكيف جي تي ا كتحماق على شي حاجه سميتها جي تي ا الطوموبيل الغوز سافا لاباس ولكن غيد لاين اون ماتير دو جيمنج انت شنو هو لو جو كو تو بريفير لو بلوس اون ماتير دو ستريم؟ اون ماتير دو ستريم سا ديبون ان فيت انا فين كنلعب سا ديبون مع من كنلعب. مثلا عندي شي جروب باغ اكزومبل شو افيك ان جروب اللي كيبغي يلعب des jeux FPS rentrer même avec le jeu juste pour passer un bon moment معاهم وندوزو كاتا زوينه ونضحكو. مي sinon pour ma part انا مثلا لا كنت غنلعب بوحدي je suis plus في لي جو مثلا فيفا لي تشيل اللي ماشي ضروري خاصني نفوكس عليهم. فيفا لي تشيل الا دي فيفا تشيل في لا ميم فراز لا انا اسمعني كتشوفني ياك كتشوفني مزيان شوف عيني من هنا شوف بان لك هذا تشيل ماشي تشيل فيفا اللي درت واش بان لك هذا تشيل كل واحد سورتو في la création de contenu كل واحد وكيفاش غيلعب. باغ اكزومبل انا اون كريون دو كونتينو كسا سوا في تويتش ولا يوتيوب كندير فيديو باغ اكزومبل على شي جو نربح ندير عليها كونتينو نخسر ندير عليها كونتينو. وي انا متفق مع ريد لاين نتعصب مع لو جو هذا خسرت ماشي ضروري نربح كنضحك نتفلى اي فاصون الا كنتي كدير الكونتينو غير الكونتينو الرابح راه سان سير ابسولومون ريان دو تو باسكو سا 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 رونتر دون لو فيك ديك الساعه كتولي بحال لو كونتينو ديالك اللي كومبليتمون فو ولا ديما رابح نهار غتخسر ما غاتلوحش داكشي صافي دير كون نهار غطيح في الكومبيتيشن وغادي تشوف النيفو ديالك ديال بصح قدام الناس كاملين غير وهذا سان امبوستور هذا هو امونغاس داكشي بجد شخصيا. Vous écoutez Gamers avec Tayeb avec Shams. مرحبا بكم يوما في طيب جيمر باي طيب انا صافي بكم يوما طيب سلا ما تعطينيش هاد المهمه عافاك ما تعطيهاش لي دابا انت من نهار عرفتك وانت كتقولي لي راه كنت باغا ندير الاعلام كنت باغا هادي كنت باغا ومشيت والكونكور انا كنت سيونتيفيك وقالوا لي كل ديك السيونس والماط والفيزيك الكاميرا عطيها فرصه يلا اعاده شي نهار في شي تيكيت با سافا سفير ان شاء الله سافا سفير صافي سالينا ما كنديروش داكشي ديال فان توغناج وكم كونسيبت كاملين وصافي الاخبار سمح لي يا شيخ
شتي ما كرهتش نجرب هادي اوكي خفيفه وندير ديك اللعيبه ديال صافي الشيخ كدير بحال هكا يا الدراري معكم ريد لاين نهار جديد معكم شاسات المره نهار جديد اليوم عندنا واحد البروجرام جديد تقدرش مسؤوليه نقدم كيسمعوني المغاربه كاملين لي زامي هاد الدري هذا واخا فيه شويه ديال العيا ما كاينش معليش منين شكون قال لك هاد النويطه هذا راه ما قلتو ما كاينش اكتيفي هاد الدري هذا حتى لو تشوفو لو تشوفو تسميو كيما بغيتو مي اتونديو فوا دو لو شكرا بزاف سالينا الكلام بيتش تو رايت انا وراسي اشرا قدام ضربنا اللعب كاسنا لباس كنقلب للرايم ثم باغي